بدء توطين محلات الذهب والمجوهرات في المملكة، واليمن تنتفض لا حوثي بعد اليوم. وأيضا معنا في هذا المساء الصحة تنظم ندوة علمية بمناسبة يوم الإيدز العالمي، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في يا حلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث بدأ اليوم تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات في السعودية، وذلك في إطار تفعيل وتطبيق برنامج التوطين بالمناطق والذي تتابع وزارة الداخلية وإمارات المناطق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة جهات حكومية أخرى بهدف تمكين المواطنين من فرص العمل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي، نتابع. بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم تنفيذ جولات رقابية على محلات الذهب والمجوهرات للتحقق من تنفيذ قرار التوطين بالنشاط وضبط المخالفين، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي منحتها لأصحاب المحلات لتعديل أوضاعهم. وبحسب بعض الإحصائيات، فإن نسبة التستر التجاري في قطاع الذهب قد تصل إلى 40%، وأن برنامج التوطين من شأنه توفير 5000 وظيفة للمواطن السعودي داخل هذا القطاع. وزارة العمل أوضحت عبر تصريح سابق لها استثناء زوج المواطنة من قرار سعودة محلات الذهب، بشرط أن تكون على ذمته أو لديه منها أبناء، وأن يكون على رأس العمل قبل صدور قرار التوطين. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن عدم نجاح توطين محلات الذهب والمجوهرات طوال السنوات الماضية يعود إلى عدة عوامل، يأتي أبرزها التستر التجاري وسيطرة تجار وافدين. لذا يبقى السؤال، هل ستنجح عملية توطين محال الذهب والمجوهرات بعد أن استعصت لأكثر من 15 عاما؟ للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في الاستوديو المختص والخبير في قطاع الذهب والمجوهرات المهندس ياسر السيد، كما سينضم إلينا من استديوهاتنا في جدة عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية أستاذة دانا العلمي. كذلك سيلتحق بنا هاتفيا رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. حياكم الله معنا جميعا. نبدأ معك أخوي ياسر، كيف تشوف هذا القرار؟ قرار توطين، قرار ممتاز، قرار انتظرنا فيه 16 سنة تقريبا الآن وأكثر منها، يعني ما يصح إلا الصحيح في الأخير. المواطن الآن هو المسؤول عن هذا القطاع. من المستفيد من المستفيد هذا القرار؟ أكيد في المرحلة الأولى أكيد يعني في الأساس اللي هو الشباب، اللي هو إيجاد فرص عمل لهم، وإيجاد فرص في التجارة، إيجاد فرص إلى يعني إلى تحسين وضعهم، إلى تخفيض نسب البطالة الموجودة، إلى فرص حقيقية موجودة تكون منها يخلقوا يعني مجال لهم أو حياة لهم أو فرص. جميل. طيب خلينا نروح للأستاذ دانا. أستاذ دانا، نقطة جدا مهمة قبل ما نبدأ نتكلم وننطلق للأثر الإيجابي لتوطين هذا القطاع، خلينا نحلل واقع السوق الآن. يعني خلال السنوات اللي الطوال الماضية والآن، كيف كان واقع أسواق الذهب؟ من يسيطر عليها ويدير يعني هذا القطاع؟ مساء الخير. أولا بالنسبة لقطاع الذهب، يعني كنا بننتظر هذه الخطوة منذ سنوات، وبالنسبة
بالنسبة لقطاع الذهب كان تقريبا في 60% من المسيطرين على السوق غير السعوديين فعليا، إن كان في التوظيف أو حتى أصحاب المحلات. هذا قرار حيعطي كثير من الفرص للسعوديين، حيعيد الصاغة القدامى للسوق، بالإضافة لظهور صاغة جدد، حيقضي على سيطرة الأجانب على القطاع والقطاع على التستر التجاري طبعا. حجم القطاع اقتصاديا كيف ترينا؟ تقريبا من الإحصاءات الأخيرة أنه 22 تريليون العائد السنوي، فحيأثر هذا فعليا على الاقتصاد لو استغل بالاستغلال الصحيح، ولو استفدنا منه بالقطاع كسعوديين يعني. طيب هذا يدعوني تساؤل مهندس، يعني الساعة تكلم عن يعني هذه التريليونات اللي كانت تذهب وتعتبر يعني مبلغ ليس بالقليل أكيد، واستثمارات كبيرة في قطاع الذهب والمجوهرات، شوف والمسيطر عليه كما ذكرنا، وخلنا نكون واضحين أكثر، هي جنسية عربية محددة طوال السنوات الطوال اللي مضت، أتوقع حانت الفرصة أنه شكرا ما قصرتم، يتعلمون عيالنا الصنعة ويدخلوا في المجال. صحيح، هذا شيء أكيد، يعني البلد لأهل البلد، يعني ما يعني هذا مؤكد. الآن الحجم تقريبا هو بالبليونات، يعني بالبليون تقريبا. السنة الماضية في انخفاض بسيط، الانخفاض تقريبا وصل إلى 11 نص تقريبا 11 بليون. هذه أرقام صحيحة موجودة، والأرقام يعني تعرف المعدل خلال الخمس سنوات اللي فاتت تقريبا 54 إلى 100 إلى 60 بليون، فإحنا نتكلم بحجم ضخم جدا. فين الأرقام هذه تروح؟ نشوفها إحنا في هذا، هل هي تعبر، هل السوق هذا يعبر عن الأرقام هذه؟ هل وجود السوق، وضع السوق يعبر عن الأرقام هذه؟ سؤال كبير صراحة، حان وقته الآن. وانت هل يمكن تجاوب على هالسؤال الكبير؟ واضح، لان في نسبه كبيره منها تستر، في نسبه كبيره منها عشوائيه، في نسبه كبيره عدم ترتيب، ما في انظمه، يعني انظمه محدده تمنع في اشياء، يعني في اشياء محدده تمنع ان يصير هذا الـ 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 طيب خليني بس، معي اتصال هاتفي من رئيس اللجنه الوطنيه للمعادن الثمينه والاحجار الكريمه بمجلس الغرف السعوديه، استاذ كريم عزيز. استاذ كريم مساك الله بالخير. حياك الله اخوي، خلينا نبدا معك من حيث انتهينا انا والمهندس سعد، موضوع التستر، يعني كيف تشوف من معك من ضيفك من حضرتك؟ معي المهندس ياسر السيد. ايه المهندس ياسر السيد، انا تفضل. ايه انا وجه يهمك تعرف مين معي ضيف. وش يقول انا ايه طيب انا بقول لك ايه انا بعرف شيء السوق، انا ما اعرف شيء السوق، انا ما ادري ايش قال، كيف هذا مش عايش في البلد اصلا، كيف مش عايش في البلد؟ لا كيف، لا دقيقة بس، هو يقول لي أنا عايش في إيطاليا، هو كلامه يقول لي أنا عايش في إيطاليا. وش التساؤل الله يحفظك؟ لا بس وش الحكمة من الدخول بالبداية بهكذا طريقة وشخصرة الموضوع؟ ما أدري، ما إذا 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 لا إذا في شيء، إذا في شيء في موضوعه، ما إذا في شيء في كلامه. لا أنا أقول ما هو كلامه، لأنه نعرف بعيد كل البلد عن عمل. طيب ايش كلامه، ايش اللي قال، تفضل، ايش التساؤل، انا جاوب عليك، اسمع لك يعني ايش انا جاوبك. طيب خليني انا بعطيه مساحه انا اذا كان في برد على السؤال، لكن كيف تشوف قرار توطين محلات الذهب؟ يعني بس انا لا قرار ينتظر اي بس انا يهمني ما في حد يختلف عليه، ولا في تاجر سعودي يعترض عليه ابدا، ما في رجل اعمال يعترض عليه. طيب لكن يهمني نقطه، موضوع تستر اللي حاصل يعني خلال الفتره الماضيه كلها في قطاع الذهب، تستر التجاري، كيف نضمن انه يكون في توطين ولا يكون في تستر، ونضمن انه فعلا شبابنا وحتى بناتنا يدخلون في هذا القطاع ويعملون فيه فعلا بطريقه يعني جاده، وانهم هم في الواجهه؟ اخي الفاضل، قطاع الذهب والجوهرات مخترق بالتستر بنسبه تتجاوز 40%، واحنا ابلغنا الجهات الرسميه في وزاره التجاره وزاره العمل، وابلغنا من 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 القمه من الوزراء الى وكلاء الوزارات الى وزاره الاقتصاد، انه في تستر كبير في قطاع الذهب والجوهرات. فجأة يطلع عندنا 10 20 محل، منين جو، كيف جابوا فلوسهم، منين جابوا دعمهم، ما ندري. فبالتالي القطاع مخترق اختراق كبير، بل مستحوذ عليه من 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 ناس معينين. احنا المشكله عندنا هي مشكله التستر، وليس مشكله البطاله. البطاله شغلتها بسيطه، تنحل اذا انحلت 50% مشكله التستر. ما في احد يغطي عليهم، هم 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 الان لهم ناس يشتغلون معهم، كيف ما ندري. يعني هذا سؤال ما يعرف الا الله الراسخون في العلم. الجهات الامنيه هم هي تتبعهم دول المستثمرين دول. وللاسف اللي يغطي عليهم هم ابناء البلد. هذا 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 هذه المعضله وهذه المشكله. طيب والحل من وجهه نظرك؟
والله الحل أن الحل أولا أن يكون القرار هو لا شك قرار صارم، قرار معالي وزير العمل بتساوي القطاع الذهب 100%، هذا قرار صارم وهذا قرار اللي كنا نرجوه وننتظره، والآن بدأ تطبيقه والحمد لله ونحن نشكر الله على هذا الشيء، ما في أحد يعترض عليه، ولكن الشدة في تطبيق القرار والمتابعة. الآن أنا أسمع أنه اليوم في محلات كثيرة أغلقت في النهار المحلات أغلقت محلات كثيرة في اليوم في النهار. طيب ليش نصور هالمحلات؟ نعرف المحلات منهم أصحاب هذول، هذول أكثريتهم متفسرين، قد يكون في بعض السعوديين متضررين ما جهز حاله السعودة، لكن أكثريتهم هم متفسرين لأنهم لا يرأد المتفسر يمشي غلط، واللي يمشي غلط ما راح يطبق القرارات ولا أمر، بس هذا اللي نقوله. طيب تتوقع إن شاء الله نجاح هذه التجربة إذا ما رجعنا تجارب سابقة مثل توطين قطاع الاتصالات على سبيل المثال؟ سيدي ما في مجال إلا تنجح، يا تنجح يا تنجح، ما في حل ثاني، يا تنجح يا تنجح، اللي ما يبي يطبق قطاع مسلوك ما فيها قولان. هذه معالي الوزير وصرنا على القرار، والقرار صادر في الوزراء، والقرار وطني، والقرار لصالح كل مواطن. وأنا بالتالي أنا أحث الشباب جميعهم أنه يا جماعة تسكوا لقطاع الذهب، تعالوا اشتغلوا في الذهب، اشتغلوا في محلات الذهب، البلد بلدكم والخير كثير الحمد لله، والكيك ليش ياخذها من قدامكم الأجنبي؟ هذا بلدكم، هذا رزقتكم. أنا أرجو أنه كل الشباب يتجهون العمل، والآن الحمد لله يعني في نسبة كبيرة جدا جدا تجهوا الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الإعلام الأخير المكثف بشأن السعودة، اتجه عدد كبير من الشباب للعمل، وبعضهم قدم سيديات وقالوا مستعدين، وبعضهم جاءوا فعلا واشتغلوا. لكن احنا نرجو الشباب اللي يجون من برا، لكن لا يجيني برضو ناس واحد قاعد يشتغل في محل ثاني يقول ادور قطاع الذهب افضل، اوكي اهلا وسهلا، لكن ابغى الشباب اللي جالسين بالبيوت يطلعون، هذا اللي نديهم اللي يسمون بطاله، بس هذول يبيلهم من يدربهم ويأهلهم ويعلمهم الصنعه. اخي العزيز في معهد التدريب هذا، ثم الشيء الثاني ممكن الذهب ترى التدريب على راس العمل، ربما يتعلم في المعهد اساسيات الذهب والمجوهرات، اساسيات فقط، اما حقيقه الذهب ومعرفه معدن الذهب واصوله وعمله وانواعه وعياراته ومصاغاته هذه تعلم في الميدان، كذلك الاحجار. لكن مطلوب من الشباب، يا شباب استمروا، اذا ما الواحد استمر في محل الذهب ما لا يقل عن 6 أشهر راح يستفيد منه حتى صاحب المحل. اما في محلات المجوهرات اذا ما استمر سنتين يستفيد منه صاحب المحل. احنا نبغى الشباب يتعلمون يفيدون ويستفيدون، رواتب مجزيه، مغريات كثيره، يقدمون بدل سكن، يقدمون تأمين الطبي، يقدمون بونص سنوي. الواحد لو من الشباب لو صار مدير محل، احنا نسميه المستلم، لو صار مدير محل يطلع له البونص السنوي مبالغ كبيره. انا دائما اقول انه الشاب ممكن يتحول من مدير محل الى بعد 5 سنوات الى 10 سنوات يتحول صاحب محل، لكن بشرط انه يثابر ويتحول الى مدير محل، ما يبقى بس مجرد مساعد يداوم اخر الشهر ياخذ راتب 6-7 آلاف ريال، 6-7 آلاف ريال في عالم الذهب احنا نشوفه حتى قليلا، لكن لما يتعلم للمعلق وش الواحد جاي يتدرب الان؟ التريننج الان في التريننج يعطونه 4000 ريال تريننج ما يستفاد منه شيء، مجرد انه يعرف في المعدن الذهب ياخذ راتب من 6-8 آلاف ريال، لكن لما يصير مدير لا راتب يتعدى 12 و15 مع البونص قد يكون يصير 20، ولكن هذا منه هذا للاسف انه قليلا. السؤال هل يستمرون؟ هذا الجواب بايدي الشباب، يا شباب استمروا بالعمل، لا تنقطع، لا تشتغل 2-3 شهور تقول هذا والله دوامين، دوامين بسيطة، ساعتين ونص الصباح، وبعدها 6 ساعات في المساء، خلاص انتهى الأمر، وبعدها تتحول أنك أنت تدير شغلك بإذن الله تعالى، ما تشتغل عند زيد أو عبيد. جميل، شكرا لك أستاذ كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية. خلينا نتكلم عن التحدي واجه. أنت عندك مبادرة يبدو لي. نعم. أنت بينك وبينه شيء المهندس؟ لا أبدا والله ما أبدا يعني. طيب أنت عندك مبادرة. نعم. غير ربحية. نعم، المبادرة هذه أطلقت مبادرة من فترة تقريبا، هدفها هي أول مبادرة في المجال هذا، وهدفها تمكين الشباب، يعني هو أساسها هذا هدف، وبالإضافة لأن أنا شفت أن إحنا عندنا في السوق في قلة في التوعية، ما في توعية كاملة، يعني في أدوار ناقصة ما قاعد تكمل، أوكي، منها التوعية، يعني توعية المستهلك في الإطار هذا، توعية حتى يعني المجتمع بشكل عام. فهذا دور، هذا احد ادوار المبادره، لكن هدفها الرئيسي هو خلق بيئه اقتصاديه، يعني هل فيها اي تدريب تساعد على تمكين الشباب في هذا القطاع، وفي نفس الوقت ان شاء الله نوطن وان شاء الله نصنع. طيب لو بسال نفس السؤال استاذ كريم قبل شوي، وش خبره المهندس ياسر في القطاع حتى يطلق هذه المبادره ويقول بدرب الشباب؟ والله شوف انا يعني الموضوع ما هو تدريب فقط، وهو تاهيل كامل وتوعيه.
يعني الهدف ما هو هدف تدريب، لأنه دائما أسأل وش هدفك تدريب؟ الهدف ليس تدريبي فقط، التدريب له وقته له ناسه له طريقته، لكن هدفنا هو خلق البيئة المناسبة. بس ما جاوبتني، خبرتك في قطاع الذهب هذا 20 سنة أنا معروف، وكذا يسمع جمان ويسأل الأستاذ سليمان العتيم يعرفني زين يعني، هو يعرف ياسر السيد تمام. أنا ما أبغى أدخل في جدال. لا بس طيب يعني مش المحفز اللي أقوله مثلا، خلنا أقول أنا مثلا أحب أقابل الشباب وبقنع مثلا أحد منهم يتوجه لقطاع الذهب والمجوهرات، عطني والشيء المحفز حتى أقول له ويروح يعني فعلا يتحمس ويتبنى الفكرة ويروح يعشق الطريقة. شوف، واحدة من الأهداف الرئيسية للمبادرة أنه إحنا نمكنهم في الطريقة. من الأشياء الرئيسية أن أنت مثلا في بعض المحلات قد تكون فيها بضائع بالعشرة مليون والخمستاشر مليون، صعب جدا أنك أنت تعطي المسؤولية كاملة إلى شخص لم يؤهل ولم يدرب ولم يعطى الفرصة أوكي، وتقول له والله بعطيك 6000 ريال ولا 7 ريال، ويكون هذا شيء مغري إلا إذا كان بيرضى تحت ظروف معينة، فلن يستمر. فلازم يكون فيه هناك يعني هناك ضوابط محددة أوكي لوضع الشاب داخل المحلات وللمحلات نفسها. ففي في 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 معايير دولية موجودة، قد تكون معايير دولية من دول العالم أول أو ثاني أوكي، بس هي هذه أصول يعني هذه الأصول، لكن احنا تعودنا إلى معايير قد تكون أوكي متدنية بعض الشيء. فلازم احنا نركز على موضوع ان احنا نبغى نرتقي، هذا هو الهدف. اي بس يعني انا بكمل معاك في 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 هالملف، بس الشباب يقولون خلينا نطلع فاصل طبعا. قصير وبعد الفاصل نرجع. أهلا فيكم من جديد، نتابع قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات في المملكة، ويتابع معنا الحديث عن هذا الملف في الاستوديو المهندس ياسر السيد المختص والخبير في صناعة الذهب والمجوهرات، وكذلك من جدة ضيفتنا الأستاذة دانا العلمي والخبيرة والمختصة بالذهب والمجوهرات. ولعلي أذهب إلى جدة إلى الأستاذة دانا. أستاذة دانا، خليني أربط هالتجربة توطين قطاع الذهب والمجوهرات بتجربة يعني قريبة كانت قطاع الاتصالات. يعني شاهدنا مثلا في القطاع عملية توطين، بس ما زال يواجه البعض مشاكل في وجود الأعمال الوافدة واللي تعمل بشكل خفي في صيانة الجوالات. قطاع الذهب كيف يمكن أنه يتفادى مثل هذا الأمر برأيك، وحتى ما تكون نقع في نفس الإشكاليات السابقة؟ أنا ما أقدر أربط قطاع الذهب بقطاع الجوالات 100%، بس يعني أملنا كبير بالنسبة لسعودة قطاع الذهب، وإنه إن شاء الله الشباب بالعكس متحمسين. إحنا أطلقنا زي قبل 10 أيام تقريبا مبادرة كذا في تويتر على مين من الشباب والشابات يرغبوا في الانضمام أو الدخول في قطاع الذهب والمجوهرات. كان مجرد إيميل تفاجأنا بالعدد، إنه وصل ما شاء الله ل 6500 متقدم لدخول مجال الذهب والمجوهرات. من فالحماس اللي موجود في الشباب والشابات، أنا أتوقع إنه هذا إن شاء الله يعني بيكون موجود على أرض الواقع. وكمان في بعض التجار بادروا ببعض المحفزات للشباب من زيادة الرواتب، من البدلات كبدل سكن، من بدلات التأمينات الصحية له والأفراد عائلته. طبعا الرواتب كمان تبدأ اللي هو على رأس العمل في التدريب، يكون تبتدي من 4000، بس ممكن تزيد طبعا لما يتثبت بعد 3 أشهر ولا 4 أشهر لل 4000 ل 12 من 10000 ل 15000. بعض التجار بدأوا يعطوا للي هو لما يصير مدير محل ولا متمكن ولا ماسك المحل. فالأمل بالنسبة لنا يعني بين التجار وبين الشباب،
والتوطين، توطين الوظائف حاصل وقرار وزاري ما في ما ما, ما في رجع فيه. فان شاء الله يعني بالعكس انها الشباب والتجار يثبتوا انه احنا اولى في هذا السوق واولى بهذه التجاره اللي هي تعتبر يعني من الاقتصاد المؤثر في المملكه. نعم. طيب يعني استاذ دان، نعرف انه النساء بشكل عام هن اكثر اهتماما بالتاكيد بموضوع الحلي والمجوهرات والذهب، هل تعتقدين ان هذا الامر بيكون محفز وممكن لجعل المرأة السعودية تنجح في هذا القطاع؟ في سيدات طبعا دخلوا هذا القطاع وبإذن الله حتى في التوظيف سوف يدخلوا، بس طبعا في المولات والمحلات التجارية وليس في الأسواق الشعبية. وكثير من التجار جربوا هذا الشيء قبل القرار وما شاء الله نجح معهم قرار توطين الوظائف للسعوديات في محلاتهم، وبالعكس ما شاء الله لاقت يعني نجاح. طيب خليك معنا، بس معنا الأستاذ خادم الخير متحدث رسمي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أستاذ خادم مساك الله بالخير. مساء الخير لضيوفك المشاهدين، حياك الله. بداية بك تطلعنا بس على آخر مستجدات توطين قطاع الذهب والمجوهرات من خلال فرق التفتيش المتواجدة في الميدان. هو طبعا اليوم زي ما تعرفون زي ما ذكرت قبل انه اليوم كانت بدايه التطبيق، ولا شك انه وجدنا يعني مخالفات. اليوم كنا في مناطق المملكه كلها مفتشين، عندنا 600 مفتش، ووجدنا مخالفين ووجدنا ايضا محلات مغلقه، طبعا معروف سبب الاغلاق، لكن الحمد لله وجدنا فيها يعني محال مفتوحه ولم تتاثر، وكانت اصلا يعني السعوديين موجودين فيها سواء كانوا يعني عوائل متوارثه لهذه المهنه او كانوا سعوديين تم توظيفهم لفترات او سنوات طويله جدا. اجمالا وجدنا انه يعني الاغلاق والمحلات المخالفه تشكل يمكن حوالي 30% تقريبا الى 40%، ولكن هي الطبيعي في البدايه لان اصحاب المحال الغير ملتزمين في القرار هم يعتقدون ان الدوله غير جاده في التطبيق، لكن عندما يرون التطبيق فامامهم خيارين، اما انه يتم مثلا فعلا اغلاق او تصفيه هذا النشاط او يتم التزام في القرار، وهذا اللي نامله باذن الله. طيب يعني في تساؤل مطروح، كيف يمكن تضمنون الاستمرارية في هذه الجدية اللي تحدثت عنها وتكون حتى كذلك مع التجار، وكيف تضمنون تجاوب وتفاعل التجار مع شبابنا وفتياتنا بحيث أنهم يمكنونهم من العمل في هذا القطاع، مع النظر إلى أنه يمكن عندنا ندرة في المختصين أو المؤهلين أو يعني قطاعات للتدريب تدرب الشباب والفتيات وتأهلهم للدخول في هالقطاع؟ طبعا دائما التفتيش هو يعني اساس لانجاح اي قرار، سواء قرار تأديث المحال او توطين الذهب والمجوهرات او غير المقررات اللاحقه سوف تاتي. التفتيش هو يعتبر الذراع المهم جدا ولينجح مثل هذه القرارات، وحنا التفتيش عندنا ولله الحمد الزملاء في الميدان على جميع مستوى المناطق المملكه يوميا عندهم جولات ومستمرين، ليس لن يكون يوم او اسبوع او هذه الحمله مستمره استمرار تام. ما يتعلق في التدريب، احنا سابقا يعني كان القرار زي ما تعرفون انه كان قديم يعني، ولكن لم يكن هناك جديه في التطبيق في فترات سابقه. الان وفي سعوديين اخذ حصل على التدريب، مثلا تم تدريب العام الماضي تقريبا 45 ألف سعودي وسعوديه في مجال المبيعات وخدمه العملاء. فهذه لما تم تدريبهم فقط لم يكون مقصورين على قطاع او على نشاط معين، فقط مشاهداتهم يعني المؤسسه العامه للتدريب التقني وضعت مسمى الشهادات مندوب او مبيعات وخدمه عملاء بحيث انه يتوظف في اي مكان يعني يكون في هذا القطاع. فايضا احنا مع رجال الاعمال مع اصحاب المنشات سوف نعمل معهم بأي شيء يمكنهم من تنفيذ هذا القرار ونساعدهم، حتى التدريب المجاني راح نوفر لهم، أي شيء يتعلق في إنجاح هذا القرار ويحتاج أننا ندعم فالوزارة عندها استعداد لتقديم كافة الدعم
لأصحاب المنشآت لتحقيق الغاية والهدف من هذا القرار، وهو تمكين السعوديين من فرص العمل. في تدريب على غرار ما حدث في موضوع الاتصالات، دورات قدمتموها؟ نعم، مؤكد الآن عندنا تدريب مثلا عن طريق دروب، منصة دروب، تدريب تفاعلي، وأيضا الآن يعني فعليا الكليات والمعهد لنا تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني فيما يتعلق في الدورات، فبإمكاننا نفتح دورة إذا رغب أصحاب العمل أنه يكون هناك مثلا مجموعة من الشباب وحولوهم علينا، فحنا راح نفتح دورات مباشرة وسريعة زي ما ذكرت لكم الآن، فقط في مسائل الخاصة في الأشياء الفنية للمهنة، لكن الشباب موجودين عندنا، مدربين أعداد كبيرة جدا في مجال المبيعات خدمة العملاء، هم فقط يعني لو أخذ الخبرة مثلا من صاحب المحل يعني في وقت سابق أو الآن، ولأخذ الدورات هذه يعني اللي يكون فيها متخصصين في هذا المجال، فأعتقد إن شاء الله أن يكون غطينا السوق، ولكن بإذن الله يعني إحنا متفائلين وراح نستمر في تنفيذ القرار، ولا راح يكون في هناك لا مهلة ولا استثناء إطلاقا. شكرا لك أستاذ خادم الخير، المتحدث الرسمي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ياسر، خلينا نتكلم عن مدى التفاعل المتوقع من التجار مع مثل هذا القرار. والله احنا نتمنى أن يكون في تفاعل، انا زي ما تفضل الاستاذ خالد قال لك لا استثناءات، فالان واضحه الرساله، واضحه لا استثناء، لن تستثنى ولن تخلى يعني ولن تقبل اي اقتراحات اخرى، فالان ما امامهم الا ان يدرب هو بنفسه مبدئيا، الى ان اذا طلبوا من الوزاره زي ما تفضل الاستاذ خالد وقال ان 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 ممكن ان هم يوفروا لهم جميع الامكانيات انهم يدربوا وانهم يؤهلوا. انا اللي اعرف انه كان في دورات تدريبيه سابقه وبرامج تدريبيه كثيرة، وتخرج منها دفعات كثيره في معاهد خاصه. نعم. وهالدورات اللي تكفلت بها الدوله يعني في بعض، لكن وين راحت هالمخرجات؟ هذا سؤال ممكن تطرحوه للجان، يطرحوه لهذا ويشوفوا ايش فين الخلل يعني اللي حاصل فيه في النقطه هذه. في عندنا اعداد كبيره خرجت، اين هي؟ سؤال، هل هي تسربت من السوق نفسه؟ ممكن، لأن بعد فترة طفشوا يعني بنتكلم يعني بوجود عمالة هي ماسكة، لكن موجودين يعني الموجودين هذا نعم يعني بوجود عمالة إنهم لكن موجودين يعني ممكن الآن هم يرجعون لهم الآن أصحاب المحال اللي عندهم مشاكل في عملية التشغيل يعني في توظيف، إنه يعني ممكن يرجعوا لهم يعني الداتا بيس المفروض تكون موجودة أو متوفرة. ما اعتقد انه ما اعرف انا صراحه ما عندي اي معلومه عن الداتا بيس هذا. طيب خليني اروح لدانا، يعني خليني اسال عن موضوع واشوفه جدا جدا مهم، تاهيل وتهيئه الشباب والفتيات حتى ينخرطوا في هذا القطاع. تكلمت مع المهندس ياسر عنها، وكان قبل شوي استاذ خالد سالته، لكن كيف ترين انت كمختصه في هذا المجال اهميه التدريب تاهيل شبابنا؟ بعضهم كان يقول ليت كان في دورات تدريبيه وتاهيليه لشبابنا وشاباتنا قبل ما يبدا تطبيق عملي لهذا القرار. انت اعطينا وجهه نظرك. قرار مجلس الوزراء القادم بالساعة وده ما هو قرار جديد، هو قرار قديم، فبالنسبة للتدريب والتأهيل تم، بس احنا اليوم في موقف حاسم، يعني انه اليوم انا بدرب وبوظف، فبالنسبة لمعاهد التدريب كان في معاهد التدريب مثل معهد الرميزان كان معهد داعم جدا للشباب اللي المقبلين على الدخول للجهة للسعوده يعني في نعم. قطاع الذهب، فدعموا هذول الشباب بالعكس برواتب شهريه وبتدريب وبدل سكن اظن، ويعني اشياء مره كثير، بس في نفس الوقت انا لما اتدرب واطلع لسوق العمل وما يكون في قرار حاسم زي القرار الموجود حاليا، انا ما ممكن احصل فرصه وظيفيه اخرى او فرصه مثلا حكوميه أقوم أتوجه لها، بس الآن لما القرار أصبح قرار حاسم وجادين فيه التجار، فأنا أتوقع أن الشباب حيتوجهوا أكثر وحيكون عندهم رغبة ووعي أكثر في دخول هذا المجال. طبعا التدريب والتأهيل يختلف على حسب المهنة اللي حيمسكها الموظف، ففي بعض الموظفين يعني هو أهم الأشياء اللي يعرفها أنه يكون بائع ذهب،
نوع الذهب لما يستقبل كسر من السوق يقدر يميز بين الذهب والفالصو، يقدر يميز بين الأحجار. وهذه ممكن بين أول 3 شهور ل6 شهور ممكن إن شاء الله يكون الشاب أو الشابة قادرين على تمييزها. بالإضافة يعني أنا الآن متأكدة أنه السوق حيرجع لأهله والأصحابه والصاغة القدامى حيرجع يدخل السوق من جديد، بأبنائهم بأحفادهم. فالسوق مش مقتصر فقط على الموظفين، مقتصر على أصحاب المهن الأساسية اللي كانوا موجودين أصلا في سوق الذهب. طيب التدريب طبعا جدا مهم. طبعا عندي سؤال جدا مهم بعد، يعني دائما التدريب جدا مهم. مع بدء الجدية وخلاص بدأ تطبيق هذا القرار، هل تتوقعين، أنا نعرف أنه كان في رجال أعمال أو في كان ناس في السوق موجودين هم في الصورة لكنهم في واقع العمل لا يعملون شيء بقدمهم بس بنسماهم وكغطاء لكثير من العمالة، مع جدية الدولة في تطبيق وسعودة قطاع الذهب والمجوهرات، هل تتوقعين، وأعطيك توقعين اثنين، خروج البعض من السوق؟ السؤال الثاني، هل تتوقعين انه البعض كان يقول في احتكار عندنا في 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 قطاع ذهب، يعني عند يعني مجموعه محدده وهي اللي قاعده يعني تتحكم في السوق، هل تتوقع ان يفك الاحتكار عن القطاع؟ ايوه طبعا، هو الان اللي ما هو مع القرار او ما هو قادر يسعود حيطلع اكيد برا السوق. وبالعكس أنا أقول اللي هم ماشيين على النظام هم الآن، يعني أنت متخيل أنا الآن عندي ماشي على النظام 100% والمنافسين لي قفلوا، ففرصتي في الربح صارت أعلى. أنا بالنسبة لي كسيدة نازلة السوق أنا ما همني هذا ساود ولا ما هذا ساود، أنا بنزل بشتري بقطعة، فحيصير المحلات الموجودة الفاتحة اللي ماشية على نظام وزارة العمل هي المستفيدة الآن، وهي بالعكس يمكن هذه الشهور الأولى حتحقق لها مبيعات جدا عالية وحتأثر، يعني حتكون ملموسة أنا قصدي خلال هذه الأيام. الاحتكار، احتكار السوق ما أظن أنه حيكون في احتكار الآن. يعني تتوقع انه يعني يفتح المجال اكثر للسوق، انه يوجد فرص للتنافس يعني اكثر من تواجد ربما يعني اسماء معينه هي من تتحكم بقطاع الذهب؟ الان بالعكس هي فرص لظهور صاغه جدد، لظهور اسماء جدد في قطاع الذهب. يعني أنا قبل شوية قلت يمكن بيرجعوا الصاغة القدامى، ولكن أنا متأكدة أنه حنبدأ نلاحظ في السوق دخول أسماء جديدة وصاغة جديدة بعد ما أنا أذهبت عنهم التستر أو الغش التجاري أو أي حاجة كانت موجودة ممكن تكون معوقات للشباب لدخول السوق. يعني أنا في النهاية كتاجر سعودي أنا متأكد أني حدعم صائغ سعودي حتى لو أنه كان جديد، يعني وكمان هو هذا لو دخل محلات الذهب كموظف في البداية أنا متأكدة أنه بعد سنتين هو قادر على أنه يفتح محله الخاص ويدير عمله الخاص بنفسه. طيب هل جزئية مهندس ياسر؟ احنا لازم نكون واقعيين، مسألة سنة وسنتين وخمسة هذه أنا في نظري تعتمد على الاجتهاد، هذا شيء خارج، يعني هنا لما يكون هو رائد عمل فهذا هذه شخصية ما نقدر نتكلم إن احنا، لكن هو مجال واعد وهو مجال جدا يعني السؤال يعني اللي يطرحه يعني المنطق اللي يطرحه إنه في خلال 5 سنوات 6 سنوات 60 بليون، 5 سنوات 4 تقريبا يعني من 2014 يعني الى الان 60 بليون، هل يعقل يعني انه هذه المبالغ كذا تروح ولا يستفيد منها؟ يعني يستفيدوا منها فئه معينه، لكن هل يعقل انه جزء كبير منها وضخم منها انه تطلع في 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 خارج البلد يعني؟ يعني لازم ينظر لها بجدية بواقعية ودراسة كاملة للي موجود عندنا، إحنا إيش اللي حاصل عندنا، إحنا إيش أسبابها، هذه نقطة رئيسية محورية.
ان شاء الله. انا متاكد التوجه في هذا التوجه، يعني حتى في عندنا امور كثيره يعني توقعت يعني ننتقل مرحلة الصناعه مثلا ويكون في دعم. هذا الامل جميل. هذا شيء اكيد يعني ما يمنعنا اي شيء، ما في اي شيء يمنع، ما في اي شيء يمنع يعني ما يمنعنا يعني طموحنا عالي واحنا عارفين يعني وفي من يشتغل وفي من هذا. انا ثقتي في الشباب كبيره جدا. جميل. اما مساله التسيب ولا هذا يعني اعتقد ان هذه مساله خلاص احنا انتهينا من زمان يعني. احنا في حقبه جديده الان الحمد لله. شكرا لك مهندس ياسر السيد المختص في والخبير في قطاع الذهب والمجوهرات. شكرا لضيفتنا من جده عضو اللجنه الوطنيه للمعادن الثمينه والاحجار الكريمه بمجلس غرف السعوديه الاستاذه دانا العلمي. كذلك شكرا لكل من كان معنا مداخلا حول هذا الملف. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم. يا أهلا فيكم من جديد. نظمت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز ندوة علمية بعنوان استشر افحص ارتاح برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع. نتابع هذا التقرير. تزامنا مع فعاليات يوم الإيدز العالمية وبرعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع، نظمت وزارة الصحة صباح اليوم الندوة العلمية الخاصة بيوم الإيدز العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار استشر افحص ارتاح. حلو ان احنا نحكي عن معاناة الجملة اللي احنا داخلين بها لمكافحة الإيدز. هو في الغالب انت تعرف جميع الامور اللي تدور حول انتقال عدوى الإيدز هي دائما تتم في الظلام، الناس ما يحبوا يحكوا عنها، يحاولوا ان هم يحسوا طبعا احساس هذا طبعا خاطئ ان هم بمأمأ او بمنأى عن الإصابة بالإيدز. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نسلط الضوء على فيروس الإيدز، نشوف طرق الانتقال كيف ونحاول ان احنا نتصدى لها، كيف وسائل مثلا الشخص يحمي نفسه ويحمي اسرته، نتتبع مساره في المجتمع اذا كان في امكانيه ان احنا في اي مكان ممكن يكون التواجد فيه فيروس الإيدز نكون احنا متواجدين بحيث ان احنا نقاوم كل طرق الانتقال ونعمل التوعيه بالنسبه لافراد المجتمع. وقد شارك في هذه الندوة خبراء ومختصين من خارج وداخل المملكة وممثل عن منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات واتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة. الأول من ديسمبر من كل عام هو مناسبة للاحتفاء، مناسبة عالمية للاحتفاء بمرض الإيدز، وهو فرصة للاحتفاء بهذا المرض وكذلك فرصة للاهتمام بالمرضى الذين يصابون بهذا المرض ولهم الحق الكامل في الرعاية الصحية وفي الرعاية الاجتماعية ولهم الحق الكامل في عدم التمييز ومحاربة الوصمة التي تصيب هذه الفئة الغالية على قلوبنا. العلم تطور كثيرا خلال السنة 33 سنة الماضية في محاربة مرض نقص المناعة المكتسب. الآن لدينا 25 دواء فعال. الآن أصبح الشخص يتعاطى الأدوية، تختفي مستوى الفيروس في الدم، يقل تأثيره على الجهاز المناعي، يعيش الإنسان بصفة طبيعية كأي مرض مزمن آخر ما دام يأخذ الدواء. نسبة التثبيط عالية، نسبة الوفيات أصبحت قليلة، مستوى العيش أصبح يقارن بمستوى العيش للفئات العامة. أصبح مرض الإيدز يمكن السيطرة عليه، يمكن التحكم فيه، ويمكن كذلك منعه والوقاية منه. تجدر الإشارة أنه منذ العام 1988 فقد تم تحديد اليوم الأول من ديسمبر من كل عام كيوم عالمي للإيدز بهدف زيادة الوعي والتعريف ولفت الانتباه لوباء الإيدز وما يسببه من تبعات مجتمعية وتنموية وصحية. وقد دأبت الحكومات والقطاعات الصحية والمنظمات التطوعية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإيدز أن تحتفل بهذا اليوم بتنفيذ برامج خاصة علمية وتثقيفية وإعلامية للتعريف بالمرض والتدخلات والاستراتيجيات المتبعة للحد من انتشاره وتقليل آثاره على الأفراد والمجتمعات والبشرية. صنعاء كانت
وستعود لسابق عهدها عن قريب بإذن الله، بوابة تاريخ اليمن العربي الأصيل. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أهلها الشرفاء أن تمتد إليها وتبقى أيادي المجوس وأذنابهم، والتي تسعى لطمس هويتها العربية الأصيلة. اليوم تكشفت كل الأوراق والأبواق الإعلامية والتي تحمل رايتها قناة الجزيرة، ذلك المنبر الذي نشر من خلاله المرتزقة أجندتهم، وسمم عبره بائع أوطانهم أفكار الشباب، ولكن صوت الحق والعقل والحكمة اليمانية في نهاية المطاف هي الغالب. من يشاهد هذا الشعب العظيم اليوم، الشعب اليمني، وهو يهتف لا حوثي بعد اليوم، يدرك أن استكنانه لم يكن أبدا استسلاما، وأنه اليوم أكثر إصرارا لاستعادة مجده العربي بعد تخلصه من حفنة الميليشيات الإيرانية والتي تلهث خلف سراب الوهم. الوطن محتاج وقفة ويرجع لنا، خل ننسى مشاكلنا وزعلنا. الوطن محتاج. اليمن في أحسن حال إن شاء الله، وفي تطور، في ناسها ورجالها ممتازين إن شاء الله، وللأفضل إن شاء الله. والله الحمد لله، مشاعر لا توصف، ونحمد الله نحن تخلصنا من زمرة الحوثي الذي كانت جاثمة على قلوب الشعب اليمني. مشاعرنا عظيمة تجاه اليمن باستعادة أمنها واستقرارها وهيبة الدولة، ونشكر كل من شارك داخل اليمن أو خارج اليمن. احنا مبسوطين وفرحانين على الصوت اللي سمعنا اليوم، كأن احنا مولودين، ما كأن احنا يعني مولودين فعلا حقيقة، يعني مش كذا. الحمد لله ان ربك كشف عنا الغمة اللي كانت واجدة في اليمن، وان شاء الله ان ترجع اليمن لحضن الخليج، وان الخليج تحتوي اليمن بشكل عام. بداية جميلة ان شاء الله، وان شاء الله تستعيد قوتها، وان شاء الله تستعيد العرب في اليمن، هي اصل العرب اليمن، ها، وان شاء الله انهم انتهوا. نحمد الله ونشكره على هذا الحدث العظيم، واليمنيين معروف الحكمة يمانية والإيمان يماني، والحوثي ليس يمثل اليمن ولا هو إلا كنقطة في بحر. بصراحة اليوم مشاعر جياشة، يعني ولدنا من جديد، حسنا أن احنا رجعنا إلى الحضن العربي. أهني الشعب اليمني كافة بمناسبة استعادة هيبة اليمن والدولة العظيمة، وألف مبروك للشعب اليمني، وهذا هو الشعب اليمني، ما هو بغريب عنه. نحمد الله ونشكره على كل شيء، أن تم طرد الحوثيين من العاصمة صنعاء، وإن شاء الله ترجع اليمن سعيد كما هي سعيد دائما. إن شاء الله أنها بعد نحل الأزمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أنها ترجع اليمن آمنة كما كانت أولا، ورحنا نأمل إنهاء الحرب بإذن الله تعالى. أعتقد بأن صنعاء عادت، إن شاء الله تعود لحضنها العربي. نتمنى يعني أن الشرعية يعني ترجع إلى صنعاء، يرجع الأمن والأمان إلى داخل المدينة نفسها. والله إحنا فرحين باللي صار اليوم في العاصمة صنعاء، يعني إحنا ضد الانقلابيين. أتمنى إن الشعب اليمني يقف في اتجاه واحد، في مسار واحد ضد الحوثيين. شعورنا لا يوصف بانتهاء زمرة الحوثيين وصلاح اليمن إلى أحسن إن شاء الله. ونتمنى أن يتعب كل من في اليمن ضد هذه السلالة الطائفية المذهبية. إحنا شعب الإيمان والحكمة، وليس لدينا أي مذاهب ولا طائفية ولا حزبية، نتمنى أن نعيش بسلام. والله يوجه هذا أول إن شاء الله، أول حركة بداية إن شاء الله النصر، وأن نوجه رسالة لليمنيين إن شاء الله كامل بكل المحافظات، ألا يوجد حوثيين في داخل أي محافظة. وأوجه رسالة اليمنيين عامة أنه لازم نتحد يد واحدة ضد الحوثيين. اليوم يوم جميل، يوم عظيم، يوم النصر، يوم العزة. الشعب اليمني ينتفض انتفاضة قوية جدا، ونتمنى أنهم يستمروا في الانتفاضة هذه، وهذه هي الفرصة، فرصتنا ما بتتحقق، جتنا اليوم ولازم نستمر عليها. نداء لكل الشعب اليمني، التوجه للشارع، الانتفاضة الحقيقية إن شاء الله، ومن انتصار إلى انتصار، وإن شاء الله النصر حليفهم إن شاء الله. الوطن وطن محتاج وقفة ويرجع لنا، خل ننسى مشاكلنا وزعلنا، يكفي معاه تقولون.
يكفي معات ابو لوم نتكاتف اليوم مع المطلنا تبني وطننا الوطن محتاج وقفه ويرجع لنا. سيعود اليمن بإذن الله سعيدا كما كان بين حضنه العربي وتحية محبة وإجلال وتقدير لكل الشعب اليمني الذي اتحد ليطرد زمرة إيران وميليشيا الحوثي التي تقوم بتنفيذ أجندة إيران. تحية محبة وتقدير ونرفع العقال لكل يمني أصيل عرف أنه لا مكان لليمن إلا في قلوب العرب وليس في أحضان إيران. إلى اللقاء، نلتقي وبعد الفاصل ينتظركم الزميل يحيى الأمير، في أمان الله.